كانت ريبيكا امرأة ذات فضيلة رائعة وجمال ورقة، ذكرها القرآن بأنها زوجة النبي إسحاق، إسحاق والدة نبي يعقوب، يعقوب. قصتها هي قصة الإيمان والطاعة والولاء الثابت لله. كانت ريبيكا ابنة بثوئيل بن نحور، شقيق النبي إبراهيم، إبراهيم. نشأت في حران، مدينة معروفة بأهلها الصالحين والشرفاء. كانت ريبيكا ضليعة في تعليم أسلافها، وكانت معروفة برحمتها وسخائها وتمسكها بمبادئ الله. عندما بلغ نبي إسحاق سن الرشد، سعى نبي إبراهيم إلى زوجة مناسبة له، عهد إلى خادمه بمهمة العثور على عروس من بين عائلته الممتدة في حران. وبينما كان الخادم يسافر على طرق حران، صلى إلى الله للحصول على الإرشاد. عندما اقترب الخادم من بئر البلدة، لاحظ نساء شابات يتجمعن لسحب الماء، قام بصلاة صامتة طالبا من الله أن يرسل له المرأة المختارة لإسحاق. وكما أنهى صلاته، ظهرت ريبيكا تحمل جرة على كتفها. كانت معروفة بلطافتها وكرم ضيافتها، وكانت تذهب إلى البئر بانتظام لتوفير الماء لعائلتها ولمحتاجين. اقترب الخادم من ريبيكا وطلب منها الماء لنفسها وجماله له. ملأت ريبيكا حقيبة الماء الخاصة به وسقت جماله، مما يدل على كرمها واستعددها لخدمتها لآخرين. أعجب الخادم كثيرا بلطف ريبيكا واستعددها للخدمة وجمالها. استفسر عن عائلتها واستعدادها للعودة معه إلى كنعان لتصبح زوجة إسحاق. وافقت ريبيكا، وعاد الخادم إلى كنعان برفقة ريبيكا وممرضتها وهدايا لعائلة إسحاق. عند وصولهم إلى كنعان، تم الترحيب بريبيكا بحرارة من قبل إسحاق وعائلته. لقد تأثروا كثيرا بجمالها وفضيلتها وسلوكها اللطيف. تزوج إسحاق ريبيكا وبركات حادهما بحب عميق واحترام متبدل. أنجبت ريبيكا توأمين، عيسو ويعقوب، اللذين كبرا وليس بحواس لفلسبط إسرائيل لاثني عشر. لعبت ريبيكا دورا مهما في تربية ورعاية أبنائها، وغرست فيها مقيما أخلاقية قوية وإيمانا بالله. طوال حياتها ظلت ريبيكا ثابتة في إيمانها وطاعتها لله. واجهت العديد من التحديات والتجارب، لكنها لم تتخلى أبدا عن إيمانها بخطته. دعمت زوجها نبي إسحاق وقدمت إرشادا وحكمة عظيمة لأولادها. إرث ريبيكا هو إرث الإيمان والطاعة واللطف والرحمة، يتم تذكرها باعتبارها امرأة ذات فضيلة وقوة رائعة، والتي لعبت دورا محوريا في التقاليد الإبراهيمية. تستمر قصتها في إلهام وتوجيه للنساء والعائلة اليوم، مع للتأكيد على أهمية الإيمان والقيمة العائلية والولئة للثابت لله.